مفاجآت جديدة صادمة كشفتها التحقيقات مع المتهم المحرض على قتل طفل شبرا الخيمة علي الدين خالد، واللي اعترف بارتكاب 8 جرائم في دول مختلفة مش في مصر فقط. علي الدين اللي كان مقيم في الكويت أقرب إنه كان بيحرض على بيع الأعضاء وبيختار بعناية الأشخاص اللي هينفذوا الجرائم، وكان بيستغل حاجتهم للمال عشان ينفذوا مطالبه بدون نقاش. المتهم اللي عمره 15 سنة فقط كشف إنه كان بيبيع الفيديوهات المصورة لتنفيذ الجرائم على الدارك ويب وبيحقق منها مبالغ مالية كبيرة. مصدر كشف للعربية نت أن المتهم علي الدين كان بيدرس في أحد المدارس الأجنبية في الكويت، وكان متفوق وأسرته كانت بتشجعه عشان يكون جراح كبير، وده خلاه يشاهد فيديوهات تشريح جثث، وعشان كده كان بيقدر يوجه الأشخاص لكيفية تنفيذ الجرائم. مصدر آخر أكد أن الشرطة الكويتية ألقت القبض على علي الدين وهو بيقوم بالتحريض على تصوير جريمة جديدة. محامي طفل شبرا الخيمة المقتول قال للعربية نت أن التحريات الأولية أثبتت العثور على الطفل أحمد محمد سعد البالغ 15 سنة عاري الجسد بعد ما تم استئصال أحشائه وقلبه وكبده وخصيته ووضعها داخل شنطة بلاستيكية بالقرب من جثته، وأضاف أن علي الدين هيحاكم أمام محكمة الجنايات، وده لأنه كان بيبلغ 15 عام و5 أيام وقت الجريمة.